في اليوم 33 من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال الغضب يتسيد الشارع الأردني. اليوم عشرات الفعاليات انطلقت تحت عنوان واحد وهو طوفان الأردن افتحوا معبر رفح. المشاركون بهذه الفعاليات طالبت مصر بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات العاجلة والإغاثية والطارئة للقطاع المحاصر هنا جنوب العاصمة الأردنية عمان. إحدى عشرات الفعاليات التي دعت لفتح الحدود ودعم المقاومة وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات عاجلة، إضافة إلى أضراب جزئي انطلق اليوم في مختلف مناطق المملكة، إضراب اقتصادي جزئي أغلقت عبره المحال التجارية تضامنا مع غزة وطلبا لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات العاجلة والطارئة. لينا قرعان، تيرت عربي، جنوب العاصمة الأردنية عمان.